الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا الفيديو الجديد، واللي هي حصة مهمة كتتعلق لنا طبعا بالفرض الثاني من الدورة الثانية، طبعا مادة الاجتماعيات القسم الخامس ابتدائي. إذا عندنا التاريخ، تمرين رقم واحد. أولا خذوا طبعا ورقة وقلم وضبطوا الوقت حوالي 30 دقيقة. بعدها طبعا قارنوا إجاباتكم مع الإجابات التي سأمدكم بها. نعم، نبدأ بتمرين رقم واحد. تعاقبت على حكم المغرب الأقصى مجموعة من الدول، طبعا أعطينا الدولة المارينية، الدولة السعدية، الدولة الموحدية، وطبعا الدولة العلوية. السؤال: ورتبوا هذه الدول حسب تسلسلها التاريخي. طبعا نبدأ بالدولة طبعا الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة. طبعا راه كاين دولة الأدارسة أو الدولة الإدريسية. طبعا حنا عطينا غير المارينيين والسعديين والموحدين والعلويين. نعم، هذا بالنسبة للتمرين رقم واحد. نمر إلى تمرين رقم اثنان. تمرين رقم اثنان يقول: أحدد المنشآت العمرانية التي حظيت باهتمام المارينيين، باهتمام المارينيين. يعني ما هي المنشآت العمرانية التي حظيت باهتمام المارينيين؟ طبعا السؤال الثاني من التمرين الثاني أكمل بما يناسب. بنى أبو عنان فارس المدرسة بفاس، ما هي المدرسة؟ ما اسم المدرسة التي بناها أبو عنان؟ نعم، توجد صومعات طبعا في مدينة مراكش. يعني ما هي الصومعة التي توجد في مدينة مراكش؟ أما صومعة حسان فتوجد في مدينة، طبعا نكمل بما يناسب. نمر إلى التمرين رقم ثلاثة أو التمرين الثالث. أتمم الخط الزمني بعد نقله. طبعا عندنا هذا الخط الزمني لمراحل طبعا تطور الدولة المارينية. عندنا هنا مبايعة عبد الحق الماريني 1113، إذا هذه المرحلة مرحلة التأسيس. ثم عندنا طبعا الدول تمر من ثلاث مراحل كبرى: مرحلة التأسيس، وهذه المرحلة ما خلونا فارغة، وأخيرا مرحلة الضعف. هنا عطونا تولية أبي يعقوب طبعا سنة 1289، ثم تولية شكون جا بعد أبي يعقوب، راه هضرنا في الدرس 1831. من مور هذا كاين ابي عنان المريني. هنا عندنا دخول المريني الى مراكش، سنحدد سنة دخول المريني لمراكش. اذا عندنا هذه الخانة فارغة، وطبعا هذه اللي في هذا الخط، وثم عندنا هذا اسم احد الامراء. بعدها نقوم بترتيب امراء الدولة المرينية انطلاقا من الخط الزمني. انطلاقا من الخط الزمني سنرتبهم طبعا من الأول إلى طبعا الأخير. هذا طبعا بالنسبة للتمرين الثالث. نمر إلى تمرين رقم أربعة. طبعا لازلنا في التاريخ. نقلنا: أصل بين كل حدث وبين السلطان المناسب له. أعيد: أصل بين كل حدث طبعا وبين السلطان. نذهب السلاطين اللي عندنا. عندنا أحمد المنصور الذهبي، ثم محمد القائم بأمر الله، إذا هما السلاطين. طبعا الأحداث: المؤسس الأول للدولة السعدية، مشيد قصر البديع، كان يلقب بالذهبي. نعم، ازدهرت في عهده صناعة السكر، ازدهرت في عهده صناعة السكر. إذا عندنا هنا السلطانان اللي هو أحمد منصور الذهبي، وعندنا هنا محمد القائم بأمر الله. هنا عندنا طبعا الأحداث: المؤسس الأول للدولة السعدية، مشيد القصر البديع، كان يلقب بالذهبي. ثم عندنا الحدث الأخير هنا: ازدهرت في عهده صناعة السكر. إذا الآن سنمر إلى مرحلة التصحيح. طبعا عندنا هنا بعد ما قلنا تعاقب حكم المغرب الأقصى مجموعة من الدول: الدول المارينية، الدول السعدية، الدول الموحدية، الدول العلوية. إذا سنرتب هذه طبعا الدول. عندنا الأولى هي الدولة الموحدية. نعم، الدولة الموحدية، إذا أكتب هنا الدولة طبعا الموحدية. من مور طبعا
الموحدية، الدولة الموحدية عندنا الدولة المارينيا، طبعا الدولة المارينيا هادشي اللي قرينا في الدروس. بعدها كتجي طبعا العلوية، السعدية، الدولة السعدية، الدولة السعدية. أخيرا عندنا الدولة العلوية، الدولة العلوية، نعم اسمحنا العلوية، الدولة العلوية. هذا بالنسبة للتمرين رقم واحد. التمرين الثاني، أحدد المنشآت العمرانية التي حظيت باهتمام المارينيين. طبعا المدارس، اهتم المارينيون ببناء المدارس، المدارس، نعم المدارس، فكان مجموعة من المدارس. أكمل بما يناسب. طبعا بنى أبو عنان فارس المدرسة البعلانية، فطبعا نسبت إليه البعلانية. نعم بنى أبو عنان فارس المدرسة البعلانية طبعا بفاس. توجد صومعة في مدينة مراكش الكتبية، توجد صومعة الكتبية باش تتبان لنا هنا الكتبية، هادشي راه قلنا طبعا درزي الموحدين الكتبية. أما صومعة حسان فتوجد في مدينة الرباط، صومعة حسان توجد في مدينة الرباط. إذا نمر إلى التمرين رقم ثلاثة، أتم الخط الزمني بعد نقله. نعم إذا هنا عندنا مبايعة عبد الحق المريني، هنا مرحلة التأسيس، هنا دخول المريني إلى مراكش، دخول المريني إلى مراكش كان سنة 1269، لقينا الدرس 1200 طبعا و69، 1269 حنا معروفة هذيك عندنا مرحلة التأسيس، هنا نسميوها التوسع أو التوطيد والامتداد، التوسع، مرحلة التوسع. هنا تاني عندنا تولية أبي يعقوب، تولية بعد أبي يعقوب جاء أبي الحسن، عقيدة هنايا أبي الحسن، تولية أبي الحسن طبعا المريني، بعده أبي عنان. إذا ربما قمنا بإتمام الخط الزمني، نقلبوا خلينا شي وحدة، نعم. بعدها قالوا لنا ورتبوا طبعا هاد الأمراء. إذا الأول هو هذا عبد الحق المريني، عبد الحق المريني كتبه هنا عبد الحق المريني، المريني. بعد عبد الحق جاء طبعا أبي يعقوب، نديرو هنايا أبو يعقوب، أبو يعقوب، من موراه أبو الحسن، نعم أبو الحسن، بعده أبو عنان، نعم هنا أبو، هنا كناخدو من الجدول الخط الزمني. وأخيرا تولية السعيد، هنا تم عرف الدولة مرحلة الضعف طبعا. إذا التمرين الأخير في طبعا مادة التاريخ، أصل بين كل حدث السلطان المناسب له. نعم هنا عندنا المؤسس الأول للدولة السعدية، عندنا في الدرس هو محمد القائم بأمر الله، محمد القائم بأمر الله. مشيد قصر البديع طبعا هو أحمد المنصور الذهبي، نعم هو اللي قام طبعا مشيد قصر البديع، كان يلقب بالذهبي أي أحمد منصور الذهبي، إذا هو أحمد منصور الذهبي هو الذي كان ملقبا ب طبعا الذهبي. ازدهرت في عهده صناعة السكر، ازدهرت في عهده صناعة السكر، اللي هو أحمد منصور الذهبي، اللي هو أحمد منصور الذهبي، نعم. طبعا هذا بالنسبة طبعا للتمرين الأخير في مادة في مكون التاريخ. ترقبوا الجغرافيا والتربية المدنية عما قريب إن شاء الله، دمتم في رعاية الله عز وجل.